فكره يا فندينا. قربوا رمانة. طب يلا انت عارف هتعمل ايه؟ وجد. وانا بقول الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبسأل نفسي ايه الاسفلت منور ليه؟ اتاري افندينا بيمشي عليه. مبروك علينا خروجك لينا بالسلامه لناسك وحبايبك واهلك واصحابك. شلبي امرني يا برنس. طلبات الترابيزه دي كلها على حساب المحل. غرق الترابيزه بكل الاصناف. اي شيء يفكر فيه يحلم بيه دست منه تحت رجليه. امرني امرني يا نجم. بيضون الملط اهلا. مصر نورت. الحمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا نجم. الف حمد لله على السلامه. ايش يكل ايه الوجاهه دي؟ سربت القطه بيضون. بس انا عارف انك ما تقصدش. عارف مالك يا ملط؟ زعل افندينا ليه؟ لا يا كابتن عنك انت الحوار ده. انت راجل نجم. العيال دي انا عارفها. لا يا بيضون افندينا. رمانة انا مش قادره اتلم على نفسي. حاسه ان مفاصلي سابت مني. معقوله يا خميس؟ معقوله قدرت تنط السنين دي كلها وترجع لي؟ معقوله الدنيا هتفرد وشها من تاني؟ وحشتك يا رمانة. دي الأيام كانت وحشة أوي من غيرك. وأنا ما شفتش الحلو منها إلا ساعة ما شفتك دلوقتي. وأنا هخليك دلوقتي تشوف اللي أحلى. سامع هوس؟ طفي النور ووطي المزيكا. والدنيا هوس. أفندينا رجع. والشفة ضحكت. والليل سهر. وبكرة جاي. وامبارح اتنسى وانا هرقص واغني لفندينا وبس. والمزاج موزون ليلاتي. قسم يا مزيكاتي. معالي الباشا. معلش بدوش معليك. محسوبك الملط. معلش انا اسف لو ما كانش الظرف طارئ انا ما كنتش اتصلت ودوشت معليك في ساعه زي دي. لا 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 مش خير يا باشا. خميس افندينا وصل وسهران عندي الليله. لا 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 لا, لا. اطمن معليك. رمانة خرجت قبل ما يوصل وفجاه جابها تاني. الحكاية محتاجة زقة من معاليك وقفلة الحدوتة بايخة لازم تنتهي قبل ما تبتدي. أمرني يا باشا. أمرني معاليك. مع السلامة. النبي ما تزعل نفسك. اشتقتني ورجعتني وقلت لي وحشتني.
ايوه يا ابو سامي. ايه بتقول ايه؟ مش سامعك. خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك يا مدينة. مدينة بعد اذنك بس. روح. لا روح مين؟ انا بتاع الليلة. ايوه. زي ما انتوا يا بنات. هطمن عزمايلكم وراجع على طول. ماله. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت بتسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لو اوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح، لسه صايعه زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. يعني وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. بالعربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك. ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. اقدر اقدر. اه مساميه معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ستي ما كده كده هتعرضي يا نبه الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليه. انت قلقانه من ايه؟ مش شمعوا البنسيون خلاص مش هلاقي حته اتلقى حنام فيها يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ستي حاضر حاضر هجيب لكم افطار معايا. ايه ده هو الفول والطعميه كبركم بشنجان وعلى حسابك. مش هضرب. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه الاحسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي. مساكين جوه فين؟ جوه العنبر. يلا في بلا احسن اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم. شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص. سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسان. هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قال؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت يعني نفضل عايشين كلنا وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم